فوق الجميع والمواطن سيد الوطن وهو الوطن، ومن أجل هذا المبدأ بدأ يأخذ إجراءات حقيقية من أجل تفعيل سبل تعزيز دور القطاع الخاص في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع مجموعة من التجار ورجال الأعمال العراقيين الحكومة العراقية وإجراءاتها الصحية. أيضا مشاهدين، مجموعة من التجار ورجال الأعمال العراقيين بدأوا بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في دعم الجهود الحكومية والدولية من خلال وضع حجر أساس لأحد مستشفيات الخاصة بمعالجة مصابي فيروس كورونا المستجد في مدينة البياع في بغداد. التفاصيل مع حسن الفواز. وضع حجر الأساس مستشفى ميداني لحجر ومعالجة المصابين بفيروس كورونا في منطقة البياع يأتي ضمن جهد القطاع الخاص في مساندة القطاع الحكومي الذي استنفر جميع إمكاناته. هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرة الشفاء الوطنية التي أطلقها المجلس الاقتصادي العراقي بالتعاون مع رجال أعمال ومستثمرين لدعم الجهود الحكومية بعد أن نجحت بتأهيل بعض المستشفيات المخصصة لحجر المصابين، إضافة لما قدمته العتبة الحسينية المقدسة بعد افتتاح سلسلة مراكز الشفاء. 13 ردها، كل ردها سعة 10 أسرة، 130 سرير. اليوم السبت المصادف 30/5، نعتقد بمشيئة الرحمن أنه 20/25 قبل نهاية الشهر القادم إن شاء الله نقوم بتسليم هذه المستشفى إلى دائرة صحة بغداد الكرخ وإلى خلية الأزمة لكي تدعم جهودهم. إن الشرف حقيقة أن نكون أحد المتبرعين بناء مستشفى البياع الميداني لتصدي جائحة كورونا بالعراق، ومن خلال هذا المشروع ندعو كل رجال الأعمال والمستثمرين أن يبادرون البناء مثل هكذا أمور، يعني ويقدموها للبلد. إنشاء هكذا مستشفيات بفترة زمنية وجيزة وفي مناطق تفتقر لهكذا مؤسسات من شأنه تعزيز إجراءات مواجهة الفيروس التي تتطلب بحسب مسؤولين التزاما أكبر في تطبيق الحظر الشامل، مع التأكيد على استمرار هكذا مبادرات تعاونية بين القطاعين الحكومي والخاص. احنا من جانبنا نسهل كل الاجراءات اللي ممكن انه نسرع ببناء هذا المشروع. التوسعه المكانيه ممكن ايضا يعني محسوبه في الحساب، الخرائط الموجوده اخذين بعض الاعتبار، كلها هذه في سبيل نقدم خدمه الى مواطننا البغدادي. ولكن اذا مو المواطن نفسه هو اللي يتعاون وهو اللي يشعر بالمسؤوليه وعدم التنقل وعدم التجمعات. مناطق البيع والدوره والصيديه وحي العامل والمناطق القريبه منهم ما مخدومه بمستشفيات، هذا راح يكون عزل ان شاء الله للمرضى. وهناك توسع مثل ما قلت لك، وهناك ايضا بحث عن بدائل اخرى سواء مقرات او بنايات ونأهلها أو إيجاد أماكن مثل هذا المكان. تشيد هكذا مشاريع بجهود مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ستعزز من إجراءات مواجهة جائحة كورونا، فهذه المشاريع بحسب مختصين تحتاج مزيدا من الدعم من حيث البنى التحتية والملاكات الطبية. من بغداد، حسن الفواز، العراقية الأخبارية.